السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي تشوفوا معايا الشقق الممتازة في الوفاق بمدينة تمارة. بالنسبة لهاد العمارة هادي راه كتكون من 19 شقة اللي مازالين خاويين يلاه تعرضوا للبيع. بالنسبة للعمارة راه مكونة من 4 طوابق من اير بلس 4 مع مرآب تحت ارضي. غادي نخليكم تعرفوا على لافينيسيون اللي متواجدة في هاد العمارات هادو من خلال هاد الشقة هادي اللي المساحة ديالها 92 متر مربع. اول حاجة كنلقاو على اليسار ديالنا كاين الصالون اللي كبير ومتسع مع لو سيجور اللي في وسط الدار مع صباغة ديال الخيال مع القبص الفو بلافو في السقف. على اليسار ديالنا كيتواجد تواليت دوش كما تشوفوا دابا. هاد لا شومبر هادي الاولى اللي تبارك الله حتى هي متسعة. اما بالنسبة لكويزين حتى هي جات في المرحلة الثانية كما تلاحظوا دابا اللي مخدومة بالام تي اف وليزيكيبمون كاملين راه اونكاستخي. من اجل التذكير بالنسبة لهاد الشقق هادو رجعو في قلب الوفاق قراب من جميع المرافق والمدارس. اللي كيعرف شوية في الوفاق رجعو بالقرب من مسجد أبو هريرة. الناس اللي مهتمين بالعرض يتواصلوا معي عبر الهاتف اللي غنخلي لكم في آخر الفيديو باش هكا نوجههم مباشرة للموقع ونعطيوهم الهاتف ديال المقاول من أجل تحديد الثمن وكذلك نيغوسياسيون ديال لي بري. ننتقل معكم لا تروازيام بياس في هاد لا شومبر هادي اللي هي لا شومبر بارونتال في هاد الشقه هادي ديال 92 متر اللي حتى هي كتوفر على بالكون كيطلع على الشارع وعلى دوش وحمام داخلين في الغرفه مع بلاكار في الحيط كما كتلاحظوا اللي مخدوم بواحد النوع ديال الخشب اللي ممتاز اللي كتولي هاد الغرفه هادي الاخيره للبارونتال بحال ان بيت سويت اللي جا جامع كل شيء في هاد الغرفة هادي. بالنسبة للعمارة راه كتكون من 4 ديال الشقق في كل طابق. كما غادي تهبطو معايا المرآب تحت الأرضي هكا باش تشوفو وتاخدو صورة على المرآب بأكماله. مرحبا بالجميع والله يسهل على الجميع. اللي كيرغب يشوف شقق مباشرة يتواصل معي عبر الهاتف 0667667605 هكا يحجز ليه موعد لزيارة ديال هاد الشقق هادو. السلام عليكم الى عرض اخر ان شاء الله. كان معكم امين مرشدكم العقاري من قناتكم تمارة ايموبيلي.